من أروع ما قرأت من قول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدلا منك قريب. اعتني بنفسك واحمها ودللها، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق. تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك، وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك. فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك.